اهلا بكم في كايرو دار. هنبدا مع بعض نتكلم عن محمد علي وعن سياسته الاقتصاديه. تعرفنا على سياسه الاحتكار في الزراعه وعلى سياسه الاحتكار في الصناعه. هنبدا نشوف التجاره. التجاره فيها اختلافات بسيطه. بنعرف ان محمد علي بيبدا يفرض سياسته كسياسه احتكار على التجاره الداخليه والخارجيه. طب ازاي؟ بالنسبه للتجاره الداخليه، احتكر تسويق جميع الحصادات الزراعيه. كنا عرفنا انه كان بياخد من الفلاح المحصول بتاعه ويعطيه لما يكفيه بعد ما يخصم منه طبعا الحاجات اللي خدها منه، وبالتالي جمع كده في مخازن الدولة محاصيل زراعية واعطى الفلاح ما يكفيه لمدة عام. ده بالنسبة للتجارة الداخلية. طب خارجيا، قامت الدولة بمباشرة التجارة الخارجية. ازاي مباشرة؟ عن طريق البيع للتجار الاجانب في الداخل، الاجانب الموجودين عندنا هنا في داخل مصر، او البيع للتجار الاجانب في الخارج عن طريق الوكلاء والمواني الاوروبية. انا قاعد بقول ببيع، ما قلتش بيشتري، لان محمد علي لا يشجع الشراء من الخارج، ولكن محمد علي لا يفضل الاستيراد ولا يشجعه تماما. ودايما عباره بيقولها، عباره هامه جدا، يا ريت نخليها كلها في دماغنا كده. العباره بتقول ان الدوله القويه هي التي تزيد من صادراتها عن واردتها. ان الدوله القويه هي التي تزيد من صادراتها عن واردتها. طبعا مقوله جميله جدا، هي مقياس قوه اي دوله ان تزيد من صادراتها عن واردتها. ودي عبارة محمد علي كان بيؤمن بها وكان بيسعى إليها وكان بيحققها فعلا في كل مراحل وجوده في مصر. نبدأ نشوف الجزئية التالية، وهي عبارة عن النقل والمواصلات. محمد علي طبق نظامه احتكار زراعة صناعة تجارة، وده هينعكس على المواصلات بتقدم كبير. حصل طفرة كبيرة جدا في النقل والمواصلات في مصر، حيث قام محمد علي بتمهيد الطرق البرية، تسوية الشوارع، الطرق البرية الرئيسية بيسويها تمهيدها. أيضا بنى اسطولين تجاريين كبار جدا في البحر الاحمر والبحر المتوسط. كذلك اصلح المواني في مصر وخاصه ميناء الاسكندريه، ثم قضى على قراصنه البحر الاحمر. وده كان عمل رائع من محمد علي ان يقضي على لصوص البحر وهم قراصنه البحر الاحمر، وده كان ليه اثر كبير جدا بالنسبه لمصر. ازاي؟ ادى ذلك لتفضيل شركه الهند الشرقيه الانجليزيه طريق البحر الاحمر لمرور تجارتها بدلا من طريق راس الرجاء الصالح. طبعا كانت حته هامه جدا نعرف محمد علي عمل ايه بنم التجاره في مصر. وهنا الشركات الانجليزيه بتفضل طريق البحر الاحمر بدلا من طريق راس الرجاء الصالح. طيب هل انعكس الكلام ده على الناحيه الاجتماعيه؟ اكيد. ادت سياسه محمد علي الاقتصاديه اللي هي الاحتكار طبعا الى تغييرات كبيره في البناء الاجتماعي في مصر، حيث انتهى نفوذ المماليك كطبقه حاكمه وحل محلها اسره محمد علي. ايضا قل نفوذ علماء الازهر وحل محلهم خريج المدارس اللي هيعملها محمد علي. ايضا ظهرت طبقه جديده في المجتمع، طبقه الاعيان من ملاك الاراضي الزراعيه وملكيات الكبيره والمتوسطه، وزادت قوتهم في بعض. ايضا ظهور قوه او طبقه عمال المصانع، الصبيه اللي كان جمعهم يجمعوا في المصانع تحولوا بعد ذلك الى عائلات كبيره في المجتمع من القوات العامله او القوى العامله في مصر من ناحيه عمال الصناعه، مع استمرار طوائف الحرف كوسطاء للحكومه. ايضا تدهورت طبقه التجار واختفت بعض الشخصيات التجاريه كالسيد احمد المحروكي نقيب التجار، وظهرت طبقه جديده ايضا كطبقه مستقره وهي طبقه البدو. البدو كطبقه موجوده ولكن كانوا ينتقلون من مكان لمكان ويعملوا عمليه اغاره على التجار. محمد علي اتأجرهم بان اعطاهم اراضي للأباديات وخلاهم طبقة مستقرة يستفاد منها في المجتمع، فتحولت أو تحول البدو كطبقة مستقرة لما أعطاهم هذه الأراضي. إذن إجماليا في النواحي الاجتماعية، محمد علي بتغيراته أو بأفعاله اللي عملها في الاقتصاد، البناء الاجتماعي اتغير تماما. طبقات اختفت زي المماليك مثلا، وطبقات كان ليها دور كبير قل دورهم زي الزعامة الشعبية، طبقات ما كانتش موجودة ظهرت في المجتمع لأول مرة، عمال المصانع، خريج المدارس وغيرها من الطبقات. بدوا بعد ما كانوا طبقه تنتقل من مكان لمكان تحولوا لطبقه اجتماعيه مستقره. كل دي تغيرات اجتماعيه حدثت في عهد محمد علي. يبقى تعرفنا على الاحتكار زراعه وصناعه وتجاره، واتكلمنا عن الناحيه النقل والمواصلات وكذلك المجتمع. نبدا بقى نشوف الاحتكار ده ايه نهايته. ما اسباب انهيار نظام الاحتكار؟ عارفين ان العدو اللدود لمحمد علي كانت انجلترا، وانجلترا لم ترضخ منذ توليه محمد علي بوجوده في مصر. كانت بتحاول بقدر الامكان تقضي عليه. محمد علي بسياسته الاحتكار وقفت عقبه، هذه سياسه الاحتكار وقفت عقبه امام المنتج الاوروبي ان يدخل السوق المصري. بمعنى ايه؟
بمعنى ان محمد علي اغلق الاسواق المصريه امام المنتج الاوروبي، انا ببيع لكم بس، يعني انا هصدر مش هستورد، كل ما يحتاجه الشعب المصري هقوم بايه؟ بانتاجه وباقامه مصانع له. ودي كانت عبقريه من محمد علي، بس اغضبت الدول الاوروبيه. لذلك انجلترا شايفه ودول اوروبا شايفه ان هذا النظام في مصر خطر عليهم. ان محمد علي بيقفل الاسواق امام المنتج الاوروبي ده خطر، خاصه من بعد الثوره الصناعيه وهم يبحثون عن اسواق، ومصر بالنسبه لهم سوق كبير. طب ماذا يحدث؟ عقدت بريطانيا مع السلطان العثماني اتفاقيه اسمها بلطليمان. هذه الاتفاقيه عقدت في اغسطس عام 1838. هذه الاتفاقيه كان هدفها هو الغاء الاحتكار، حتى بتنص على ضروره الغاء نظام الاحتكار التجاري ويبدا التنفيذ في يوليو 39. يعني هنلغي نظام الاحتكار وكمان قدامك لحد يوليو 39. محمد علي رده رفض ومش هنفذ، ولكن اضطر للتنفيذ غصب عنه فيما بعد. اضطر ليه؟ لما عقدت معاهده لندن. معاهده لندن كان نص من نصوصها هو ضروره تنفيذ كل المعاهدات اللي بيعملها السلطان بما فيها بلطليمان. وطبعا هنا اضطر محمد علي لتنفيذ هذه المعاهده سنه 1840 في معاهده لندن. يعني كده نقدر نقول الاحتكار انتهى؟ انتهى سنه كام؟ 40. يعني بالرغم من المعاهده كانت 38 والتنفيذ في 39، ولكن ما حصلش الكلام ده، ما تنفذش تماما الا سنه 1840. طب ايه النتيجه؟ ايه نتيجه تطبيق هذا النظام او تطبيق هذه المعاهده؟ نبدا نشوف، بنعرف النتيجه هي سقط نظام الاحتكار، وبدات المنتجات الاوروبيه تدخل السوق المصريه، وبدا دخول الاستثمارات الاجنبيه في مصر في مجال توظيف الاموال والانتاج، وساد مناخ الحريه الاقتصاديه، وان كان لصالح الاجانب اكثر منه لصالح المنتج المصري. الاجانب عندهم مميزات كثيره جدا كان بيعطيها لهم السلطان العثماني، فكل ده كانت استثمارات في صالح مين؟ الاجانب. يبقى عرفنا نظام الاحتكار الذي طبقه محمد علي في مصر كانت نهايته في معاهده لندن اللي هي بضروره تطبيق طبعا معاهده بلطليمان، وعرفنا بسبب هذا النظام المنتج الاوروبي هيبدا يدخل السوق المصري. طيب ماذا يحدث بعد ذلك من نهايه هذا النظام؟ هناخد بعد كده نتيجه سقوط الاحتكار على كافه نواحي الحياه في مصر، ونبدا مع بعض باول جزئيه وهي سقوط الاحتكار على الاوضاع الاقتصاديه بالزراعه. ماذا حدث للزراعه؟ اولا اصبح المزارعين احرار يزرعون ما يشاؤون من غلات. احرار بعد ما كان محمد علي بيحدد لهم لا مفيش تحديد، ازرعوا ما انتوا عايزين. فحدث تاخر في الزراعه كما حدث او في اساليب الزراعه كما حدث في عهد مين؟ سعيد باشا. والغيت ضريبه الدخوليه 12%، دي ضريبه اسمها الدخوليه 12% كانت تجبى، يعني تجمع على الحاصلات الزراعيه والمنتجات الزراعيه داخل السوق المصري. دي كانت موجوده من ايام محمد علي، تم الغائها. ثلاثة اصدارت زراعه القطن. ليه؟ ما كل حاجه بتنهار، اشمعنى القطن اللي هيزدهر؟ بنجد ازدهر زراعه القطن لشده الطلب عليه وزياده الطلب عليه. ليه؟ وارتفع ثمنه نتيجه حرب اهليه امريكيه. امريكا كانت منافس لمصر للقطن، ولكن عندما حدثت حرب اهليه في امريكا توقفت زراعه القطن في امريكا، ولما توقفت بدات الاسواق العالميه تطلب القطن منين؟ من مصر. ومن هنا زاد الطلب عليه فارتفع سعره. ايضا بنعرف كمان توسع حقوق المنتفع، فاصبح من حق المنتفع توريث الارض او هيبتها او وقفها. يعني اصبح من كل واحد معاه ارض من حقه يورثها لاولاده، ومن حقه يوهبها لحد، ومن حقه يوقفها لصالح شيء معين. كمان انفتح المجال امام الاقتراض من البنوك المصريه، ودي كانت كارثه، اكبر كارثه وقع فيها خلفاء محمد علي، وهي الاستدانه من الخارج. الديون كارثه في مصر، ليه؟ لان استغلها الاجانب فيما بعد للتدخل في شؤوننا، وده اللي هيحصل فعلا. لما حصل تدخل او لما حصل استدانه كبيره في عهد حكومه سعيد واسماعيل بدات نقع مصر في مشكله الديون. فاضطر اسماعيل خديوي اسماعيل حفيد محمد علي لاصدار قانون المقابله اغسطس عام 1871. ينص على من يدفع 6 أمثال الضريبه دفعه واحده يعفى من نصفها ويصبح مالك الارض. يعني كان اسماعيل بيقول لنا اي فلاح معاه ارض هيقدر يديني 6 أمثال الضريبه، يعني الضريبه بتاعته مضروبه في 6 ويدهاني، بعد كده هعفيه من نصف الضريبه. مش بس كده، ده انا هخليه مالك الارض. طبعا ده قانون الى حد كبير ادى لاستقرار المزارعين والاهتمام بالانتاج، لان هيتحولوا الى ملاك فعليين للارض، وليس الارض ملك للدوله، هتبقى ملكهم هم.
وده قانون اصدره اسماعيل نتيجه لوقوع مصر في ازمه ماليه، طبعا اللي هنبدا نتعرف عنها في الفصل التاسع باستفاضه كبيره جدا للازمه الماليه. كده كنا وضحنا كيف انتهى الاحتكار، او عرفنا ازاي الاحتكار اتطبق في التجاره، وكيف انتهى هذا نظام الاحتكار بمعاهده الاول بلطليمان ثم لندن، ثم عرفنا اثره عزرعه. هنبدا نتعرف على اثار سكوت الاحتكار في التجاره وفي الصناعه وفي كمان اثره على المجتمع وكذلك على النقل والمواصلات، ولكن في الجزء الجاي، فتابعوني عشان نتعرف على الجزء الجاي.